الحديث الخامس، يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال أي الصالحة فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، من أجل مبلغ من المال يغير قناعته، يجعل الحق باطل والباطل حق، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، إذاً يمسي مؤمناً ويصبح كافراً. والحديث السادس: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. كلما كان عملك بعيداً عن الفتن أنت في خير، كلما كان عملك بعيداً عن الاختلاط بالنساء وعن حطام الدنيا أنت في خير، كلما كان عملك بعيداً عن المعاصي والآثام أنت في خير. بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ويوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن.